إن محسن هنداوي لازم يفضل واقف على رجليه علشان يكمل، وإن لطفي ألماظ لازم يتجوز الست اللي في حكم خطيبته، وإن مهجة النشار لازم ما تدخلش السجن عشان تقدر تكمل حياتها بالطريقة اللي تليق بيها وباسمها وبسمعتها. ولا إيه؟ هو ده رأي الدولة؟ لا، ورأيي أنا كمان بشكل ودي كصديق لكل الأطراف. بص يا زومبي، أنا هتجوز مهجة غصب عن عين أم الدولة. كده ليه؟ قلقان عليك طول الليل، مال وشك متغير؟ كلمتك في التليفون 100 مرة ما ردتش علي. ما تكلمني يا محسن، في ايه؟ حصل حاجة؟ ايوه يا راجل. انا كنت واثقة انك ما نمتيش. الف مبروك يا موها. لطفي كمان ما كانش عارف ينام ابدا، اصله لما عرف الحقيقة بقى اتصرف على طول. هو اللي خلصك من الراجل الواطي اللي اسمه محسن هنداوي. انت رايح فين؟ انا ماشي. وسايبني؟ انا ساب البلد كلها. اقول عشان اتجوز لطفي الماظ، مش كده؟ بص يا موجه، انت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط، ولا انا كمان. كل واحد روح لحاله احسن. حسبتها يا محسن بيه؟ انا ما حسبتهاش علشاني، أنا حسبتها علشانك أنتِ. أنا جيت بوصلك كل حاجة. أنا همشي، المركب لما تغرق كله بينط منها. وأنت بقى عايز تمشي لوحدك وتسيبني؟ سيبيني في حالي يا موجة، الدولة لسه نايمة ما صحيتش. خليني أطلع منها على خير. رجلي على رجلك. أنا رايح لندن. حاجي معاك، بس وأنا مراتك. محسن بيه هنداوي، اتفضلوا معانا. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة مهجة عرف النشار بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وعلى المتهم محسن محمود هنداوي بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا سيدي ده سجن مش منتجع سياحي، دول طلبوا موبايلات دخلنا لهم، بلازمات، لابتوب، ده احنا اشتركنا لهم في النت. لا لا لا، ده كتير كتير. الله، الصحافه تقول عليا ايه؟ احتفل بعيد ميلاد سجين واجيب دينا ترقص وسعد الصغير يغني البلح البلح البلح؟ نعم، اؤمر يا محسن بيه. انا عامل اضراب وببلغ حضرتك رسميا بكده. اضراب؟ ايوه. اشمعنى انا اللي مش هعمل اضراب؟ اي حد بيعمل اضراب بيبقى له طلبات. ايه اللي ناقصك؟ يا سيدي الطلبات جاهزه. ده قانون حق المسجون،
شوف يا سيدي، انا معلم عليه بالقلم الاحمر. من حق اي مسجون متزوج ان يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مره كل 45 يوم، يعني 8 مرات في السنه. انتوا ليكوا عندي 10 سنين سجن، انا ليا 80 مره. احنا نقسمها بقى، بدل ما يبقوا 80 مره على 10 سنين نضربهم في شهر واحد ونخلص. انا هروح فين ما انا عندكم؟ انت بتقول ايه؟ ده سجن محترم مش شقه مفروشه. طيب انا بحملكم المسؤوليه كامله. انا هبلغ جميع جمعيات حقوق الانسان، هبلغ جمعيات الدفاع عن بتاعت سجناء الراي. مين سجناء الراي؟ هوصلها للامم المتحده، هبلغ اوباما شخصيا. حرام حرام عليكم، انا بعمل حاجات ما عملتهاش من ايام ما كنت في الاعداديه. ايه؟ حرام، من ايام ما كنت في الاعداديه ما كنتش بعمل حاجات. خلاص فهمت بقوم كل يوم الصبح. فهمت مش كده؟ تمام يا فندم. الاستاذ عبد المنصف والاستاذ لبيب المحامي بيستاذنوا سعادتك في الدخول يا فندم. خليهم يخشوا. امرك يا فندم. وانت بتعمل ايه؟ اهو حجه في الشؤون القانونيه، انا ليا الحق اعمل اضراب ولا لا؟ اضراب ايه يا محسن؟ بألف مبروك، لجان البنوك وافقت على مشروع الجدوله والسيد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك. وعادي قرار النيابه بالافراج. وموجة خرجت بالسلامة النهاردة. ده مش نظام. النظام اتغير، نظام بيه عبد الدايم خلاص مشي، واحنا جايبينكم النهارده كلكم عشان نرسم مع بعض ملامح المرحله الجديده. الدوله رأت ان سجن رجال الاعمال وهروبهم خارج البلد مش في مصلحه اي طرف من الاطراف، عشان كده بعد التسويه والتصالح اكتملت اضلاع المثلث، الحكومه، رجال الاعمال، الشعب. عشان كده لازم نتكاتف كلنا ونوصل بسفينه الوطن لبر الامان. واحنا نرى الله، احنا نرى برضو، احنا ما تعرفناش بسيادتك. فكري جديد. الامور ده اللي في الصورة ابن سعادتك؟ ايوة، باسم ابني. باسم. بوبس.